السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو راح نجاوب صديقتنا على سؤال تحالي قالت لك كيفاه نقرا طريقة تخليني مثبتة المعلومات على المدى الطويل. دونك غادي نشوفوا كاع الطرق والوسائل اللي ساعدونا على ترسيخ المعلومات. بريميرمون عندنا لي ليفغ بلوس لي نوت. دونك توبا يساعدونا بيان باش نفهموا لا فيزيوباثولوجي ولي ميكانيزم. أغلبية الكتوبة ملاح وأنا نستعمل لو كابي باسكو لو كابي فيه لا فيسيوباثولوجي و دي ديتاي ملاح بزاف. ندير دي نوت كيما هنا لو سي جي، ندير دي نوت دي ريزومي، ندير لي كولوغ نرسم. دونك كي نولي الكور يكون عندي ديجا مرجع تاعي وما نغبنش في المراجعة. وهذا كتاب تاع لو سي جي اكسيليغي تاني مليح بزاف كاتبيه لو سي جي. وفينالمون كي نبغي نكمل ندير كيما هنا لا بروسيلوز درت بي دي اف سما شاك كور ندير له بي دي اف تاعه سما الوال ديابون راه بي دي اف ندير دي كولور دي طابلو. الكور راه شباب باش ما نغبنش كي نقرا. هادي النهار الاول دروك في نهار الزواج كي نعاود الكور هذا الكور كي نعاود ندير له ان ريزومي و لو ريزومي شندي فيه ندير فيه لا كلينيك كاع الصوالح المهمين. ريزومي دائما ديروه نهار زواج ولا ثالث. هنا ديروا دائما عنوان يكون فات هكا كبير وديروا دي شيما سورتو لا كلينيك و لو دياغنوستيك سواحلين نعقلوا عليهم. فينالمون كي نكمل الريزومي تاعي نحل لي كيسيان وشاكو ندير لي كيسيان تاعه. والتكرار دونك هذاك لو ريزومي و لو كور لي قد تكرار او موان 4 فوا باسكو التكرار هو اللي يساعدنا على ترسيخ المعلومات. ما كاش كيما التكرار. والمعلومات اللي ننساها بزاف وما نقدش نعقل عليها ودائما نشوف روحي ننساها، هاد المعلومات نكتبهم في اوراق بيضاء ونعلقهم في كل مكان في لاشومبر تاعي. مثلا كيما لي موستاز لا فيزيوباثولوجي تاع لي موستاز لا كوغولاسيون هاد الورقه اللي نقرا عليهم لا ريغولاسيون ديال لا بريسيون ارتيريال شفت روحي ننساهم بزاف. دونك كتبتهم في ورقي وعلقتهم واشاك فوا نروح نقراهم ونشوفهم قدامي كيما هنا لو سيستيم سامباتيك بارا سامباتيك توسا باش نكون عاقل عليهم. إتشيغو آن ميتسو ماده كوكيو ناكي سويت.